برشلونة. غاب عماد متعب مهاجم الأهلي عن مران الفريق اليوم بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة. وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن متعب سوف يجري أشعة على ركبته لتحديد مدى الإصابة ومدى عودته للمشاركة في التدريبات. ألف سلامة متعب. سبحان الله، ده احنا ما صدقنا متعب بدأ ياخد وبدأ ينزل الملعب، لكن قدر الله ما شاء فعل. أتمنى إن شاء الله أنها تكون بسيطة. ناخد كام رسالة. أستاذ محمد، كم مباراة دولية لابوتري؟